جولة في الصحف الوطنية على قناتكم قناة اس في جود، اهلا بكم. ونستهل من يومية المساء التي كتبت فرقة جرائم الاموال بمراكش تزور مقر جماعات للتحقيق في مشاريع مشبوهة. حلت عناصر من فرقة جرائم الاموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر جماعة تابعة لاقليم شيشاوة للتحقيق في اختلالات محتملة شابت مشاريع وصفقات. نتحول إلى جريدة الأحداث المغربية والتي كتبت بدورها إجهاض مشروع جامعي بمراكش. توقف مشروع مركب جامعي ضخم بمراكش قبل انطلاقه وحكم عليه بالتأجيل إلى أجل غير مسمى. أما جريدة الصباح فكتبت احتجاج على نسف وقفة باليوسفية. أصدر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية بيانا استنكاريا يحتج فيه على نسف وقفة سليمة من قبل أعوان السلطة. وجاء في البيان إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الشابات باليوسفية يوم 4 يناير الجاري أمام معمل النسيج للمطالبة بالإسراع بتشغيلهن بعد أن تلقينا تكوينا في هذا القطاع لمدة 3 أشهر بالدار البيضاء من قبل الجهة المسؤولة على هذا التكوين، ليتفاجأنا بهجوم أعوان السلطة عبر كاميرات التصوير. ونتحول اللحظة إلى يومية أخبار اليوم التي كتبت جنايات مراكش ترفض مجددا إعادة فتح مقهى لاكريم. مثلما وقع خلال المرحلة الابتدائية، رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الثلاثاء إعادة فتح مقهى لاكريم بإسناد توكيل إدارتها وتدبيرها لعاملين سابقين بها والذي تقدم به في إطار الطلبات العارضة المحامي عبد الرحمن الفقير من هيئة مراكش نيابة عن مالكها المدان ابتدائيا ب15 سنة نافذة. بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية أخبار الصحف التي قدمنا لكم من خلالها جولة في أبرز ما كتبته الصحف الوطنية من أخبار محلية عن جهة مراكش أسفي. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.